الكتاب 15، المقالة 12 من 16، لبلبي بغداد الحبيبة. ثالث أيام عيد الفطر السعيد، أحببت أن أضع سماعتي الكرياتيف في أذني وأمشي في الحشد في جرمانة. مشيت على الرصيف اليساري والساعة تكاد تستقبل منتصف الليل. بائعي العصير والموسم في ذروته رغم انتصاف تشرين الأول الذي كان يستقبل في غرته أول ثلج في أزمنة الخير، والصيف الطويل والاحتباس الحراري وموسم بائعي العصير الطويل وأشكال وألوان ليست معروفة، كوكتيلات لا تعد ولا تحصى من الثمار الأفريقية بلونها الأخضر الفاتح وثمار الفريز والموز والحليب والبرتقال والمانجا وعصير الجزر والتوت الشامي وعصير التفاح ومزائج من نوعين أو ثلاثة حسب رغبة الزبون وشروطه التي لا يجد فيها البائع أي إحراج، وحسب المثل الشعبي مشارك المي ما بيعرف الخسارة. شرائح سلطة الفواكه في أوعية من رقاقات الألمنيوم وصحون مليئة بالقشدة والموز والعسل والكيوي والمكسرات من اللوز والفستق الحلبي وحشد من شباب العراق. فتاة عراقية تركت رفيقتها وتقدمت بابتسامة خجلة وبيد تقبض على ورقة نقدية لم تألفها، تتقدم لتضعها بخجل على رف الرخام الأبيض الذي تحول لونه إلى ألوان قوس قزح، وطلبت من البائع إبريق كوكتيل واحد لها والآخر لرفيقتها ضمن شروط معينة. عرفت منها العسل والكيوي وسمعت مسميات باللهجة العراقية لم أسمعها من قبل، ويبدو أن لكل مسمى بالشامية المحكية مقابل باللهجة العراقية. وكان البائع يهز رأسه ويردد كلمة أعرف أعرف، وكأنه كان يملك كل محلات العصير على شواطئ دجلة والفرات وفي ساحات بغداد. ومضيت بعد أن رأيت البائع يضيف السكر إلى أبريق الكوكتيل بواسطة كأس ماء كبير بحيث يكون نصيب كل زبون 20 ملعقة سكر على أقل تقدير. وأنا قد خرجت خلف كزبة بيضاء وهي ممارسة رياضة المشي، فكيف لي أن أمارس هذه الكزبة البيضاء وأفتتحها ب20 ملعقة سكر؟ ومشيت ومحلات الأزياء إلى يساري والداخل داخل والخارج خارج وعربات الأطفال كالهوادج يتوسطها أطفال يمتعضون على الدوام تضعهم أمهاتهم في نقطة الخطر عند تقاطع الشارع حيث يدفع الطفل وهودجه في نقطة متقدمة لملاقاة الخطر في عربته الغير محمية والمتكونة من القماش في الغالب، فإذا مرت المسألة بسلام فإن الطفل سيتلقى نفحة من عوادم السيارات تدخل صدره بكل محبة واحترام، أو سيلقى سحابة مازوت
إذا كان المركوب المغادر جرز أبيض بين قوسين ميكروباص أو باص مدرسة. أما في المحلات فالدخول لا يشكل أي عقبة، ولكن الخروج يشابه الكمائن، حيث يصطدم المارة بهذه العربة المنخفضة والقاتمة اللون في الغالب، مما يسبب الهلع لساكن الهودج وأمه المشغولة بالنظر دوما إلى الخلف. محلات الجينز واللانجري والأحذية والعطور ومحلات الموبايلات، حيث يطالعك على الدوام شاب عراقي دمث يبيعك موبايل مستعمل ويشتري منك موبايلك، ويستطيع الشوفرة على كل الموبايلات ويفعل كل البطاقات، وعندما تسأله عن بطاقات الانترنت يطلب منك تحديد الاسم، فإذا قلت له الأولى يجيبك والله ماكو، وإذا سألته عن السبب يقول لك العمولة دق النجف، بمعنى العمولة هزيلة. وسيل من الداخلين وسيل آخر من الخارجين، وسيارة بيجو رائعة 405 جي اكس ال بيضاء ونظيفة، صنعت في إيران، وعليها من الخلف رسمة العربة الفارسية والمحارب العتيد، وركاب السيارة 4، 2 في المقدمة، شاب خلف المقود وفي معصم يده اليمنى بلاك ضخم من الذهب، يعب الدنهل اللايت ويتحدث باللهجة العراقية، وعلى يمينه ستيني بعينين تائهتين وشعر خفيف كشعر المسؤولين، لا يحتوي على شعر بيضاء، تعود أن يتحدث بشفتين مقلوبتين حيث كان، وتعود أن يركب ولا يقود، ولأنه في الخارج فلقد قدم تنازل واحد لا غير، وهو التنازل عن امتياز الركوب في المقعد الخلفي. والغريب أديب، فنحن هنا في بلاد الشام. وبقية ركاب السيارة هم 2، السيدة ويبدو أنها الزوجة أو زوجة المعلم، وهي تقف على الدرجة 3 ويدها اليمنى تفتح باب دكان الصياغة، وجسدها نصفه خلف الباب ونصفه في الداخل. ترتدي أساور ذهبية غريبة في اليدين وحتى الساعدين والصدر والأذنين، وفي قدمها اليمين خلخال، وتنتعل نعل بلقيس المذهب، وتضع الخواتم في أصابع قدميها وتدهن الأظافر بطلاء أحمر مذهب أيضا، كان مختزنا في أقبية برج بابل قبل سبي اليهود وقبل تجليات كتبتهم. تتحدث بقرف مع صاحب محل الصياغة، ورغم جهلي بالموضوع فلقد استشعرت بأن هناك سجال يحدث باللهجتين العراقية والشامية، تطور إلى مشاجرة والرجل يدافع عن نفسه وهي تهاجم، ولا أعرف إن كانت العملية بيع أم شراء، ولكن السيدة التي لم تتعود الغضب كانت تبدو غاضبة وإلى أقصى الدرجات، ولا أعلم إن كانت غابنة أو مغبونة، ولكنها كانت لا تبدو أنها بخير،
وكانت تهدد البائع باللهجة العراقية وبعبارة لم أحفظها ولكن معناها يفيد إلى ما يلي: والله لو كنت عندنا في العراق لخلي جوزي يوديك إلى ما كان لا ينقذك منه إلا الله. لعلها لجهأت هذه المرة إلى البيع، وهو ما لم تألفه في حياتها التي أمضت معظمها في الشراء، فتمت سرقتها بعد أن تلقت من الصائغ دروس في الوطنية. ومن خلفها خادمتها السريلانكية الواقفة بوضع الاستعداد، وهي كل ما تبقى لها من مرافقة زوجها الجالس في السيارة الإيرانية يعب الدنهل اللايت مع من بقي له من سائقيها. ومضيت قليلا لأرى متسولة تتشح بوشاح الرافدين الأسود. جلست على الأرض تستجدي وهي غريبة اليد وغريبة اللسان، تخجل برأس مالها ورأس مال المتسول لسانه، فكانت تتسول بلسان من احتضنت بلادهم أكبر احتياطي نفط في العالم، وهي وشعبها تستطيع وببساطة الإنفاق على كل سكان المعمورة. وها هي متروكة وصغارها على رصيف معتم في جرمان العتيدة تلتقط ما لا يسد رمق أولادها، وعلى عربية منهكة أيضا تغذيها بطارية سيارة تم وضع سيديات منوعة تحوي كل شيء، ورف خاص يتضمن كل أعمال المطربين العراقيين، وأول هذه الأعمال مجموعة ناظم الغزالي الذي قتل غيلة لأن زوجته جميلة. دون أن نتأكد من صحة هذه المعلومة لندرة وسائط الاتصال وقت ذاك، حيث لا حدود ولا مطار ولا مرفأ ولا إذاعة ولا تلفزيون ولا سفارة إلا البي بي سي اللاعب المتفرد على حلبة المصارعة. وفي درج العربة الأيمن تقبع مسجلة سيارة ببفلات متعبة يخرج منها صوت إلهام المدفعي في أغنيته الشهيرة: يا زارع بزر القروش ازرع لنا حنة، وجمالنا غربا وويلي للشام وما جنة، ومحملات ذهب واويلي وفوق الذهب حنة، جرحك يا قلب خزن ولا تسجينا، يا زارع بزر القروش ازرع لنا حنة. ومضيت قليلا وقد بدأ التعثر بالأرصفة المحطمة والمرقعة والمتسخة وجرمان عاصمة ريف دمشق، ودمشق عاصمة الثقافة العربية، وساحة العباسيين معطلة منذ سنين طويلة، والحفر ضارب أطنابه في أرجائها المتعبة في معجزة هندسية لا تنتهي. فهمنا نهاياتها المتضمنة تخليد الخلفاء الذين أمضوا عهد مشرق البدايات مظلم النهايات، مضى على النحو الذي تمضي إليه آمالنا. في بداياته عز ورفعة
وفي نهاياته ذل وانكسار. أبطال نهاياته أمضوا العمر في اللهو والمجون والمكائد، حيث ثملوا أعين أشقائهم واغتصبوا عروش آبائهم وبددوا ثروة الأمة وأفرغوا بيوت مال المسلمين على الموبقات والمكائد، ولم يصرفوا دينار واحد على الجيش لأنهم صرفوا الجيش برمته، فاضطروا إلى استقبال هولاكو وجحافل الغز بالصنوج والطبول والدفوف والمزاهر والمزامير والخجاخيش وبالناي والأعواد والراقصات، فضاعت بغداد وألقيت كتب الأمة وثقافتها وخلاصة حضارتها في دجلة والفرات، ولم تقم لنا قائمة منذ ذاك اليوم وبعد ذلك. فهل يحق لهؤلاء ولأمثالهم أبسط أنواع التكريم؟ ومضيت قليلا ومطاعم القص والدهن الحر ومنتهى الآمال شطيرة من اللحم تشبه الفطيرة ورتل من الشباب والكل شطيرته بيده مختزلا الحياة بشطيرة وشربة ماء من عبوة بيبسي بذل أصحابها الغالي والرخيص فيما سبق لاختراق أسواقنا. شربة ماء من عبوة بيبسي بلاستيكية كبيرة وفارغة كأمال الشباب وبلا غطاء، احتوت ماء كلسية تدور على الجميع لتعود إلى المحل وتعبأ من جديد. ويرن الخليوي ومفردات باللهجة العراقية، والمتحدث علاء الدين يعرض بساط الريح للبيع، وتذهب آماله أدراج الرياح، يريد المبادلة على أي شيء. والمتلقي في ساحة السيوف المشرعة تخلى عن قصور ألف ليلة وليلة، وتخلى عن شهرزاد وشهريار وشهر العار، وجاء يسعى للحصول على سقيفة مخالفة فوق دكان مخالفة أو ما يشبه الخان يتآوى فيه وأولاده وبقايا عائلته أو ما بقي منهم بعد المفخخات وبعد الانتحاريين والانتحاريات ومراكب أبي رجال وفكر جهنم وما آل إليه المآل. ومضيت قليلا وبراد شاي خمير على عربة بعجلات منهكة وبلا أبواب، وكبايات الشاي المترعة، والكبار يضيفون الصغار سيجارة حمراء، وقصور الحمراء تركناها هناك في الأندلس ترفض مواسمهم السياحية بملايين الدولارات واليوروات، وأهل الخليج هناك وأهل جزيرة العرب هناك، بل الجزيرة وجوارها بناسها وجمالها وسياراتها، وبيدهم أثمان بترولها والبترول وبترول الأمة، ويبددونه هناك بلا حسيب ولا رقيب، فيغتني أهل البلد المضيافة وتمتلئ مصارف مربية وملقا والمرية وقشطالة وبلانسيا ومدريد بأموال العرب، فيبنون المصانع وتدور في بلادهم عجلة الصناعة بعد دوران عجلة الزراعة، وكل الفضل يعود لعجلة السياحة ونحن وقودها.
ويصدرون لنا السيارات بأغلى الأسمان، سيات وفورد وشيفروليه، وترتع ميزانياتهم بالفائض ولا تحصد ميزانياتنا المنهكة أصلا غير العجز والصدر للصدر والعجز للعجز. وأمضي في طريقي محبطا، وتلك اللافتة الصفراء المشينة المثبتة في أماكن عدة وقد نسخت بالتناسخ وبدقة كأرث ثقيل من عصر الظلمات، عصر النرجيلة بالتركية أو الأرجيلة بالمحكية كما يلي: ألو أرجيلة، الأرجيلة في بيتك وفي خدمتك والتوصيل مجاني، وعند اتصالك بالأرقام التالية ستصلك أرجيلة مع رأسين معسل حسب الطلب ومجمرة فحم وملقط ومبسم. الرأس الأول يلف بك الدنيا، والرأس الثاني يطيح برأسك بعد رئتيك ووزارة الصحة ومن خلفها الطب النووي وميزانية البلد في خدمتك. ألو أرجيلة، اتصل بنا، الأرجيلة علينا والسرطان عليك، ولا يجرؤ مسؤول واحد منذ عهد الاستقلال مرورا بعهد الاتحاد ثم الانفصال وإلى اليوم على استصدار مرسوم أو قرار يمنع فيه المواطن من اجتراح السرطان وتكبيد ميزانية الدولة، العبء الهائل الناجم عن المعالجة بالإشعاع ومسلمة منع الأطفال من اللعب إخفاء اللعبة. ومضيت قليلا ومنطقة المطاعم والمعسل يعسل الأجواء ويعسل السيارات الفخمة المتوقفة لغاية الرتل الثالث، وتتوقف السابة مباشرة أمام سيارة أخرى متوقفة فيها شابان أقفل أحدهما الموبايل على عجل وخفض الثاني مصابيح السيارة بعد أن لمح الغمازين في السابة وهما في وضعية الانطلاق. ونظر سائق السابة في المرآة وتحدث إلى مرافقه ببعض الكلمات، وأمر المرافق الفتاتين بالنزول، ونزلت كل واحدة من بابها وفتحت الباب الخلفي المقابل لجهتها في السيارة الفارهة المتوقفة، وتبادلت الفتاتين عبارات المجابلة على سبيل الهزء والدعابة والاستخفاف بما آلت إليه الأمور في المغترب. ودخلت كل واحدة في جهتها وتم إغلاق البابين، وانطلقت السيارة الفارهة ولحقتها السابة ولحقتهما أعين الناس. وهمس أحدهم بعبارة متهكمة تتحدث عن مشروعية تأمين بدلات إيجار البيوت في جرمانة بغض النظر عن الطريقة المتبعة، وخاصة بعد أن تمت خصخصة بدلات الإيجار فصعدت لتتجاوز 25,000 درهم يونانية من أجل شقة عادية، وعلى السادة السياح من الإخوة العراقيين وعائلاتهم تأمين هذه المبالغ تحت طائلة قذف حاجياتهم الرثة إلى الشارع. وهذا هو الإيجار السياحي، وعليك قبوله أو تحمل مشقة النوم في العراء. وأهلنا في العراق لم يعرفوا السياحة إلا في الكتب، فلقد كانوا يسوحون في حرب عبثية حصدت الملايين.
تلاها اجتياح عبثي، ثم تراجع عبثي، ثم احتلال مخطط وإفناء مخطط، وغابة أنابيب تبدأ من فوهات الأبار وتنتهي بناقلات النفط المتوقفة في ميناء البصرة، ونحن في صراعات مذهبية وعقائدية وحفلات جنائزية وخراب وطن ودمار أمة. وفي ركن قصي خافت الإضاءة توقفت عربة متعبة يتصاعد من قدرها البخار، تحوي على سطحها بعض الصحون البلاستيكية الفارغة وصحون أخرى صغيرة تحوي الملح والكمون وزجاجات تحوي مياه صفراء وضعت على سبيل الزينة وزبونين اثنين والبائع في ثياب رثة. ونظرت من بعيد مستعينا بحزم الضوء المتبقية فقرأت عبارة لبلبي بغداد الحبيبة، وهي عبارة خطت على قطعة ورق سمراء التقطها صاحب العربة من مكان ما وشذبها ووضعها على جانب العربة الأمامي. اقتربت أكثر وشعرت أن هذه الكلمة مألوفة بل ومعروفة، وهي تركية الأصل. لبلبي هي الكلمة المعربة للبلبو التركية، وهي حبة الحمص أو البليلة الشامية. وصرت بمحاذاة البائع وسمعت حشرجة مدخن وغناء حزين بنغمة الحسيني التي تفطر القلوب، وعبارات باللهجة العراقية اختلطت بأنين حزين ربما تحدثت عن نخيل بغداد وبلحها الذي أحرق وهو خلال، وجيشها الذي أبيد في الصحراء، والدبابات التي تمت إذابتها بالمنضد، والناس في داخلها، والملاجئ التي قصفت فتحولت بمن فيها إلى أشلاء. نجمت عن حفلة شواء عربي دياماجنا. بكى الرجل وهو يذكر وداع الأحبة ووداع بغداد ووداع الأهل والولد والحبيبة والوحدة، وهي حزمة العصي المجتمعة التي لن يقدر على ثنيها أحد، والتي تفرقت الآن وبيعت في أسواق النخاسة واستبدلت بالتجزئة، والوطن العربي لا يحتمل أي تجزئة فوق التجزئة التي فرضها سايكس وبيكو، وخلفهم من هو خلفهم من آل صهيون. ضعفنا أعاد حقب الاستعمار، وكرهنا لبعضنا استوجب الاحتلال واستقدمه من مكامنيه ومن مرحلة الثبات، فاستيقظ في حضننا. والحرية التي ضاعت إلى درجة صرنا فيها نترحم على الأيام الخوالي بالرغم من أنها كانت معنونة بشطحات خيال صعبة التحقيق، لأن ما حدث اليوم يفوق كل وصف. فاليوم
سخر الخيال من الحقيقة وتحول الوهم إلى واقع. تعالوا لنتحد، فوالله ما عرفنا الخزي إلا بعد التفكك الذي أورثنا العار. أغنى بلاد العالم أذاقها التمزق ما أذاقها، وتحول شعبها إلى فقراء هائمون على وجوههم تائهون، والغرب يبدد أموالهم ويحرق نفطهم ويسلبهم أرزاقهم وخيرات بلادهم ويبني مجده على دمائهم ورفات أبنائهم. فهل سيقف الغرب وخلفهم من هو خلفهم عند هذا الحد؟ وهل تصدقون ذلك؟ تعالوا الآن لنتحد، فبلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني أو بغداد، وبغداد أم الدنيا ودمشق مثلها والقاهرة ومعان ونجد ولبنان وتعزو والقيروان. تعالوا لنتحد الآن قبل ضياع العراق وضياع ما يتلو العراق. تعالوا نتحد الآن لعلنا ننقذ العراق شمال ووسط وجنوب، وننقذ بلاد الشام وجزيرة العرب وشمال أفريقيا، مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وساقية الذهب. لا للداي ولا للباي، بل للوحدة، لأن في الوحدة قوة وفي القوة تحرر وكرامة. ونرجو أن يأتي سريعا وقبل فوات الأوان ذلك اليوم الذي نفهم فيه المعادلة، حتى لا نخسر البقية الباقية من لبلب بغداد الحبيبة فتنزل في حلوقنا سوداء متفحمة. أرى سوفاليان.
سمرة سامحتك بهواي سامحني ولو مرة شدريد أقول أكثر.